هل تعتقد أنك تعرف كل شيء عن المسيح الدجال؟ تعرف على الرجل الذي سيقلب الحقائق ويخدع البشرية، وكيف تتجنب الوقوع في فتنة أعظم الكذابين في التاريخ؟ في هذا الفيديو سنكشف لك أسراراً لم تسمعها من قبل عن علامات ظهوره وأحداث يوم المواجهة الأخير. فإن المسيح الدجال رجل من بني آدم، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وهذه أبرز علاماته، مكتوب بين عينيه كافر. والدجال هو المموه الذي يقلب الحقائق بإذن الله عز وجل، وله أوصاف عديدة ذكرت في صحيح مسلم، منها ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفيه: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا، وفقال الذي كنت حدثتكم مسيح الدجال حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلهم من دبرهم من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: وإني مصبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده، السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وعن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكه. رواه مسلم.